سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. التحالف العربي: ميليشيا الحوثي ارتكب 3000 خرق لمبادرة وقف إطلاق النار. عدن مدينة موبوءة بكورونا، وميليشيا الحوثي الانقلابية تواصل الاستهتار بأرواح المواطنين. شكاوى في مأرب من استمرار ازدحام الأسواق، وفي تعز المجاري تحاصر الأحياء السكنية. تفاصيل الأنباء يقرأها علي عزي، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن ميليشيا الحوثي ارتكبت 139 خرقا لمبادرة وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح التحالف العربي بأن خروقات ميليشيا الحوثي لمبادرة وقف إطلاق النار بلغت حتى اليوم 3051 خرقا. وأشار التحالف إلى أن الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية، وأكد تطبيقه لأقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات. قال عمليات اللواء 83 مدفعية في مريس بأن انتصار الضالع على الحوثيين وكسرها لغرورهم في معركة 17 من رمضان العام الماضي كان بفضل الله ثم بتلاحم وترصي أبناء المحافظة على مختلف توجهاتهم. وفي تعليقه بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير قعطبة وفك الحصار على مريس، قال العقيد نصر البرش بأن الجميع في الضالع وقف صفا واحدا في التصدي لعدوان الميليشيا الحوثية على المحافظة، واستطاعوا بصمودهم ووحدتهم إلى جانب إخوانهم من أبناء المناطق الوسطى أن يسطروا هذا اليوم التاريخي بكل بسالة وشجاعة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. كان يوما فارقا بالنسبة للضالع ومريس تحديدا. قوات الجيش والمقاومة المشتركة تنجح باستعادة تبة الوعل المطلة على قعطبة. يوم عظيم، يعني التحم فيه أبناء محافظة الضالع بشكل عام وجميع الألوية والوحدات العسكرية في قلب رجل واحد من أجل التصدي لميليشيا الحوثي الإجرامية. والحمد لله رب العالمين، تكلل النصر والثبات والصمود. في مثل هذا اليوم من العام الماضي احتفل المقاتلون هنا في قردح شمال قعطبة بفتح الخط العام وفك الحصار على مريس. يعود بفضل الله سبحانه وتعالى ثم في تلاحم ورص صفوف أبناء محافظة الضالع وكل الأطياف وكل المديريات ومن يسعى إلى الدس أو التفريق في بين أبناء المحافظة الواحدة، فنقول له شاهة الوجوه، إنما من اجتمعوا في المتارس لن ولم تفرقهم الدسائس. إخراج الحوثيين من قعطبة وتطهير أجزاء واسعة من المديرية عده البعض كعودة الروح للجسد. في محافظة تصدرت بقية المحافظات في التحرر من الانقلاب. تاريخ الضالع يقول هكذا، فنتمنى من بقية المحافظات والجبهات أن تحذو حذو محافظة الضالع وجبهات الضالع في القوة والصمود والتلاحم وفي مواجهة الحوثي من مصداقية وصدق مع نفسها ومع الله سبحانه وتعالى. خسائر الميليشيات من آليات وعتاد عكس ضراوة المعركة يومها، وأن الميليشيات لم تجني من تصعيدها على الضالع سوى الخسارة والانكسار. قاتلنا بمسافة صفر في خاصة في مثل هذه الأماكن الذي هي الشبكة، وعل، قردح، التباب التي تليها، ثم سدر، ثم دحرنا العدو إلى باب غلق بفضل الله سبحانه وتعالى، وأقل خسارة رغم أن خسارة العدو كان خسارة باهظة بالأرواح والعتاد. انتصرت الضالع وكسرت تصعيد الحوثيين على المحافظة، وهو ما لم يكن له أن يتحقق لو لم يكن أبناءها في مستوى الحدث، وواجهوا خطر المد الإيراني كتلة واحدة. نصر المسعدي، قناة سهيل، الضالع.
يقدم مستشفى الملك فهد المركزي بجيزان خدمات صحية كبيرة لجرح الجيش الوطني. لا تتوقف هذه الخدمات عند التدخل الجراحي، وإنما تتم متابعة الحالات الصحية للجرحى في المساكن التي تم تخصيصها لهم في المنطقة. يتلقى الجريح علي حالب قائد إحدى كتائب الجيش الوطني الرعاية الصحية في مستشفى الملك فهد بجازان، وذلك بعد أن بترت قدماه جراء إصابته بالألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية. كانت الإصابة الحمد لله الرجلين، وثم تم نقلي من حيث الإصابة إلى مستشفى الطوال، ثم من مستشفى الطوال إلى هنا، وكانت العناية جيدة جدا الحمد لله، واليوم في تحسن وأحسن لله الحمد، ونشكر على ذلك كل أخواننا الأشقاء على الرعاية التامة. الجريح نائف عبد العزيز هو الآخر الذي يتلقى الرعاية هنا بعد إصابته وهو يقارع ميليشيا الحوثي في معقلها بمحافظة صعدة. أيوه، نقلت لمستشفى الملك فهد وتم معالجتي، إن شاء الله بنرجع بنتباخر بنرجع إلى الجبهة ونعزز أصحابنا، وهذا واجبنا. يقدم المستشفى بأقسامه المختلفة خدمات كبيرة للجرحى، لا تتوقف هذه الخدمات عند التدخل الجراحي، وإنما يتم بعد ذلك متابعة حالات الجرحى لفترات طويلة. هنا تلقى المئات من جرحى الجيش الوطني رعاية صحية سعودية كبيرة، وذلك ضمن جهود التخفيف من معاناة اليمنيين التي تسبب بها وصنعها الانقلاب الحوثي. فهنا يسكن الجرحى بعد خروجهم من المستشفيات، حيث جهزت هذه المساكن لتكون محطة تأهيل نفسية وصحية يشرف عليها كادر طبي لمتابعة الحالات بشكل يومي. فطارق ومرتضى جريحان يحركان عجلة الرعاية في سكن جازان، وكلهم أمل بالعودة القريبة إلى مواقع الشرف والبطولة لمشاركة زملائهم حياة النضال. وباء الحوثي أخطر، يعني إحنا نشتي نبعده عن بكرة أبيه من اليمن بإذن الله، ومعنا الرجال الأبطال يعني مقاتلي، وإحنا إن شاء الله نلحقهم نشافة ونرجع مكانهم. لو نقاتل يعني بنصف نرجع ونقسم بنصف، يصير النصف ونقاتل بنصف. نحن قاتلنا الحوثي في جبهة في الفرضة والسروح وفي مارب، والسنة قاتلها في جميع في جميع الجبهات، وذا الحين متواجدين في جبهة الملاحط، في جبهة صعدة، في جبهة صعدة، في عقر في عقر دار عبد الملك الحوثي. نحن الآن قاتلة يعني في عقر دار عبد الملك الحوثي، ما بيننا وبين يعني فوقهم إلا حوالي يعني ما يقارب 10 كيلو إن شاء الله. جهود سعودية ترتسم على وجوه الجرحى وتصنع الأمل في العودة الطبيعية لحياتهم، وهي جهود تؤكد بأن المملكة كانت ولا تزال وستظل السند الدائم للشعب اليمني. هايل البكاني، قناة سهيل، جازان. هذا وأشاد عدد من جرحى الجيش الوطني بالرعاية الصحية السعودية المقدمة لهم في مختلف مستشفيات المملكة، وكذا المساكن التي تم توفيرها وتجهيزها بمختلف الخدمات. نشكرهم والله، نشكر القيادة السعودية ونشكر القيادة حكيمة والله، ونشكرهم على كل الرعاية الصحية والدعم للجيش الوطني، والحمد لله. الحمد لله، في تفاؤل من قبل التحالف ودعم، الحمد لله وصلنا، وطوالي سافرنا عملية وكل شيء، الإجراءات تمام والدعم تمام، كل شيء تمام، والحمد لله. سافرنا على مستشفى خالد في نجران، تلقينا الرعاية الطبية، كل شيء تمام، يعني الإجراءات والمعاملة، ونشكر الملك سلمان على ما يقدمه لنا. ورسالتي لأبناء الوطن إن شاء الله أن يكونوا صف واحد، وأن يتحدوا ضد هذا الحوثي القذر، وإن شاء الله بالنسبة للرعاية، وإحنا الآن في سكن الجرحى الحمد لله كل شيء بيوصلنا، رعايتنا تمام، يعني العلاج إن شاء الله بنلقاه يعني بكل معنى الكلمة. أصبت في جبهة الفرضة، ثم قام بنقلي إلى مستشفى الهيئة، ثم قام بنقلي إلى المملكة العربية السعودية،
وعندنا العملية هنا في المستشفى العام في شروره، والحمد لله يعني حصلنا استقبال وحصلنا رعاية صحية قوية، ونشكر أخواننا في المملكة العربية السعودية، نشكر أمرك سلمى، ونشكر الكادر الطبي في المستشفى. في ضراء اليمن دوما تأتي المملكة العربية السعودية الشقيقة أولا على صدارة وأكبر المانحين لجارها الفقير، وخاصة في ظل ظروف الحرب الحوثية الحالية التي جعلت من اليمن الكارثة الإنسانية الأسوأ عالميا. الثاني من يونيو حزيران المقبل يوم تترقبه اليمن لإنقاذ وضعها الإنساني من التدهور الكارثي المستمر وإنعاش العملية الإغاثية المهددة بالانهيار المريع. بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، تستضيف المملكة الشقيقة مؤتمرا لمانحي اليمن للعام 2020 مطلع يونيو حزيران الوشيك للدفع بجهود المانحين نحو إسعاف اليمن الذي تتهدده أكثر من كارثة إنسانية في الصحة والغذاء والحياة الطبيعية. المؤتمر الذي ستجري فعالياته على شبكة الانترنت احترازا من كورونا، وتشارك فيه الأمم المتحدة ودول أصدقاء اليمن والمانحين الدوليين، من المقرر أن يضع المجتمع الدولي في واجهة الأزمة الإنسانية في اليمن مع تمدد ظلالها الكارثية السوداء على كافة المستويات وجائحة كورونا التي تمتد كارثتها الصحية على كل هذه الظلال. وفقا للمملكة العربية السعودية الشقيقة، فإن استضافتها لمؤتمر مانحي اليمن 2020 تأتي امتدادا لمساهماتها الإنسانية ودورها الريادي والأخوي تجاه اليمن، حيث تعد المملكة الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخيا ودوليا. وعلى مدى 5 سنوات من الحرب ساهمت المملكة الشقيقة عبر الجناح الإنساني لعاصفة الحزم المتمثل في إعادة الأمل ومركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية في تقديم العديد من برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية التي شملت كل محافظات اليمن بلا استثناء وما زالت خضراء اليد والعطاء. ويعد مشروع إعادة الإعمار والودائع السعودية لدى البنك المركزي اليمني من أبرز أوجه الدعم التنموي السخي لجاراتها اليمن. ويأتي مؤتمر المانحين لليمن الذي تستضيفه الرياض إلكترونيا مطلع الشهر المقبل في ظل قرار عدد من المانحين إيقاف أو تعليق مساعداتهم إلى اليمن بسبب عرقلة الميليشيات الحوثية لمسارات العمل الإنساني وتدخلها بفجاجة في تسيير أعمال المنظمات الدولية على مزاجها بغية الاستحواذ على أكبر لقمة من قمح الفقراء اليمنيين الذين تطحنهم ريح الحرب الحوثية بالإكراه. وكان برنامج الغذاء العالمي الذي نشبت بينه وبين ميليشيا الحوثي أكثر من أزمة ثقة في فترات سابقة، أعلن عن قراره تخفيض مساعداته إلى اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين إلى النصف بدءا من منتصف إبريل الماضي. ومؤخرا أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تعليق أعمالها في مناطق السيطرة الحوثية بشكل مؤقت. ويتزامن هذا القرار مع تسجيل اليمن إصابات ووفيات بكورونا حاصد الأرواح بلا هوادة. دعا أعيان ومشائخ ووجهاء مديريتي وصابين في محافظة ذمار إلى التداعي والنكف القبلي والاحتشاد والوقوف صفا واحدا ضد جرائم الميليشيا بحق إحدى نساء قبائل وصاب خاصة ونساء اليمن عامة. ووقف مشائخ وأعيان ووجهاء وصابين ضد حادثة الاعتداء الغادر والجبان الذي قام به مشرف الميليشيا الحوثية المدعومة المدعو مروان الجعدي في مخلاف نقض ضد المرأة كفاية سعيد الثلاثي والمتمثل في إطلاق النار من سلاحه الكلاشينكوف، الأمر الذي تسبب في إصابتها إصابة خطرة وهي ترقد حاليا في واحد من مستشفيات مدينة إب بين الحياة والموت. واعتبرت قبائل وصاب
أن ما قام به مشرف الميليشيا الجعدي عيبا أسودا وجريمة شنعاء لا ولن تسقط بالتقادم. ودعت قبائل وصاب قبائل عنس والحدى وعتمة وآنس وكل قبائل محافظة ذمار إلى النكف والتداعي القبلي الواسعين إلى جانب قبائل وصاب والانتصار لكفاية ولكل امرأة يمنية طالها إجرام واختطاف وترويع وقتل الميليشيا الحوثية. أفرجت ميليشيا الحوثي عن عضو الحزب الاشتراكي عبد الكريم الإرياني المختطف لديها منذ شهر ديسمبر 2018، وأكدت ابنة الإرياني صحة الإفراج عن والدها قائلة في حسابها على تويتر: والدي في طريقه إلى المنزل، انتصرنا وانتصرت قضيتنا وعاد أساس بيتنا. وفي وقت سابق قالت منظمة سام بأن أسرة الإرياني عاشت ظروفا صعبة خلال فترة اعتقاله، وأصيبت زوجته بمرض السكري خلال فترة سجنه، فيما تعاني إحدى بناته حالة اكتئاب، وتعرضت لنوبات تشنج وغيبوبة بين فترة وأخرى بسبب غياب والدها. يشار إلى أن ميليشيا الحوثي دأبت منذ انقلابها على اختطاف العديد من المعارضين لهم، بينهم سياسيون وأكاديميون وصحفيون ونشطاء وخطباء وطلاب جامعات. كشفت اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا في اليمن عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد حالات الإصابة المعلن تسجيلها منذ 10 من أبريل الماضي إلى 51 حالة، بينها 8 حالات وفيات وحالة تعاف واحدة. وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها بتويتر إن 3 إصابات لم تسجل خلال الساعات الماضية في مدينة سيئون بحضرموت و10 إصابات جديدة مؤكدة في محافظة عدن، وحالتي إصابة ووفاة في محافظة لحج، وإصابتين جديدتين في محافظة تعز. أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في العاصمة المؤقتة عدن، أعلنت عدن مدينة موبوءة، وذلك في ضوء التقرير والمرفوع من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور سالم الخنبشي حول ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في مدينة عدن إلى 35 حالة إصابة، بينها 4 وفيات، تزامنا مع تفشي عدد من الأمراض والحميات الأخرى بسبب الأمطار والسيول التي ضربت المحافظة مؤخرا. وأكدت لجنة الطوارئ بأن الوضع الإداري والسياسي في عدن يعرقل جهود مواجهة الوباء، ودعت إلى ضرورة تصحيح الوضع حتى تستطيع المؤسسات المعنية من القيام بمهامها. وأشادت اللجنة بجهود العاملين في القطاع الصحي، وأكدت على استمرار توفير أدوات الحماية والوقاية لكافة العاملين في الصفوف الأمامية من فرق ترصد وبائي وأطباء وممرضين وعاملين في المستشفيات، كما اعتمدت المقترح المرفوع من وزير الصحة بجدول الحوافز وبدل المخاطر للمتطوعين والأطباء والممرضين العاملين في المستشفيات. وناشدت اللجنة الوطنية المجتمع الدولي والمانحين والمنظمات الدولية المعنية بتقديم الدعم للقطاع الصحي في المدينة بما يسهم في احتواء انتشار الوباء وغيره من الحميات والأمراض. إلى ذلك أدانت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا استمرار ميليشيا الحوثية الانقلابية في التعتيم على الأنباء وتعريض المواطنين للخطر واستهتارها بأرواح الناس واستخدام الوباء كورقة سياسية لابتزاز المجتمع الدولي. واستمعت اللجنة إلى تقرير عن سير عملية دخول العالقين في منفذ الوديعة والترتيبات الوقائية والاحترازية التي تم تجهيزها، كما ناقشت وضع العالقين إجمالا في مختلف الدول، وأكدت العمل على حل مشكلتهم خلال الفترة القادمة وفقا لإجراءات احترازية ووقائية تضمن سلامتهم. اتهمت منظمتان أمميتان ميليشيا الحوثي بالتسبب في زيادة التمييز العنصري والكراهية والتحريض ضد المهاجرين الأفارقة في اليمن ووصمهم بناقلون لفيروس كورونا المستجد. وكانت سلطات الحوثيين قد أعلنت عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في صنعاء زاعمة أنها للاجئ صومالي، الأمر الذي أشاع موجة من الكراهية والانتقام ضد مجتمع المهاجرين. وأشار بيان مشترك لمنظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة إلى تسجيل تلك الحالة، وقال إن المهاجرين في اليمن تعرضوا للمضايقة. وأوضح البيان أن حملات الكراهية ضدهم أدت إلى الانتقام من هذه المجتمعات الضعيفة بما في ذلك المضايقات البدنية واللفظية والحجر الصحي القسري والحرمان من الحصول على الخدمات الصحية والقيود المفروضة
على التنقل والإكراه على التنقل إلى مناطق المواجهات الأمامية والصحراوية، ما أدى إلى تقطع السبل بهم دون الغذاء والماء والخدمات الأساسية. وأشار البيان إلى أن المهاجرين يسافرون عبر اليمن بهدف الوصول إلى بلدان أخرى في الخليج، وقال إن العديد من المهاجرين واللاجئين لا يزالون عالقين في اليمن بعد أن بدأوا رحلتهم قبل تقييد التحركات بسبب الوباء. نفذت السلطات المحلية بمحافظة مأرب عددا من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا، وفي مقدمتها إغلاق المساجد والتوجيه بإغلاق الأسواق، إلا أن الازدحام ما زال على أشده في مدينة تضم مئات آلاف النازحين. تبدو مأرب غير مكتبسة بفيروس كورونا وتداعياته التي غيرت مسار الحياة العامة في العالم، فبرغم التدابير الرسمية لمواجهة الوباء كقرار إغلاق المساجد الذي دخل حيز التنفيذ والتوجيه بإغلاق الأسواق، إلا أن الازدحام على أشده وخصوصا في أسواق القات التي يرتادها الآلاف من المواطنين يوميا، ما دفع الكثير من المواطنين للمطالبة بإجراءات أكثر صرامة في الأسواق والأماكن العامة. غلقوا علينا الجوامع لا نصلش فيها وبدأوا يفتحوا لنا الأسواق، شوف الأسواق كيف مفتوحة، بالرغم أن الأسواق قاعدة تشير فيها الأمراض بكثافة، لا وبيت الله الذي عرض الأمراض وفيها تعاون ترجع إلى الله غلقوها. هو لكل مشكلة حل، لكل مشكلة حل، يعني يفعلوا عسكر خارج باب البوابات، عسكر مع فريق طبي يرش الذي يدخل عند دخوله وعند خروجه يرشهم، ويباعدوا بين المقاوتب بين كل مقوت يباعدوا بينهم، ويلتزموا يعني ما يدخل السوق إلا شخص لابس كمامات لابس كفوف بلاستيكية وكذا يلتزموا بالنظام ويدخل السوق. ما يبديه الناس من تجاهل لوباء كورونا ليس ناتجا عن قلة وعي وضعف معرفة بمخاطره وسرعة انتشاره، فأخبار انتشار المرض والتحولات الاجتماعية التي رافقت ذلك لا تكاد تخلو منها مجالس الناس وتجمعاتهم، وأهمية الوقاية لا يختلف عليها اثنان، إلا أن الواقع لا يعكس ذلك الوعي الذي يبديه الناس في أحاديثهم ومناقشاتهم. في ظل هشاشة الوضع الصحي والوضع بشكل عام في الجمهورية، يظل إمكانية تقديم خدمات حتى ولو جزئية للمريض صعبة جدا. نتمنى أنه المجتمع أو نعول تماما كامل تعويلنا على ثقافة المجتمع والتزامه بالحجر المنزلي أو العزل المنزلي وعدم التجول في الأسواق وتجنب أماكن الازدحام، وفي حال اضطر للازدحام دخول في الزحام لابد أن يكون مرتدي الكمامة. ما تعيشه المحافظة من كثافة سكانية لا تتناسب مع الإمكانات الطبية الضعيفة يستدعي تعاملا أكثر جدية من السلطة المحلية ومجتمع لا يحصل على الخدمات الطبية الضرورية في الأوقات العادية، فكيف سيكون حاله إذا ما اجتاحه وباء عصف بعواصم الدواء والاستشفاء في العالم؟ هكذا تبدو الأسواق في مدينة مأرب، ازدحام شديد في ظل مخاوف من تفشي وباء كورونا الذي أعلن عن وجوده في أكثر من محافظة يمنية. محمد القليصي لقناة سهيل مأرب. ابتكر مهندسون وطبيب في مدينة تعز جهاز تنفس ميكانيكي لمواجهة وباء كورونا رغم شحة الإمكانات، إلا أن الفريق ينتظر توفير الدعم وورش العمل التي تتيح إنتاج الجهاز بشكل أكثر تطورا وبما يلبي احتياجات المدينة لهذه الأجهزة المنقذة للحياة. جهاز تنفسي صناعي وبإمكانية شحيحة عمل عليه مهندسين وطبيب في مدينة تعز المحاصرة وتحت إطار مواجهة وباء كورونا كوفيد-19. الجهاز الذي استغرق وقتا طويلا في الوصول إلى تصميمه والحصول على محتوياته في الأسواق بحاجة إلى ورش عمل ودعم متواصل. الجهاز كون مكونات بسيطة جدا بقدر الإمكانيات التي نقدر نوفرها في مدينة تعز المحاصرة. الجهاز تكون من أنبوباج التي يتم الضغط عليها يدويا، الآن احنا حولنا الضغط يدويا إلى ميكانيكيا لإعطاء الشخص المصاب بكمية بالأكسجين المناسب. نفتقر إلى ورشة عمل لإنتاج أكبر كمية من الأجهزة التنفس الصناعي حتى لمواجهة جائحة كورونا إذا انتشرت في البلاد لا سمح الله. وتمكن الفريق المصغر للوصول إلى مثل هذه الفكرة تلبية للحاجة التي تعاني منها تعز من نقص للأجهزة التنفسية في كثير من مستشفيات المدينة.
رأينا كيف أثرت جائحة كورونا في الدول الكبرى وخاصة في إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، لما كان يوصلنا يعني يخيروا بين مريض كبير وصغير ويعني يعطوه جهاز تنفس صناعي أو لا، لنقص أجهزة التنفس الصناعية في دولهم، ولأن اليمن وخاصة تعز عندها نقص شديد في أجهزة التنفس الصناعي، كانت تراودنا كيف نخفف من معاناة هذه المدينة. وبحسب تصريح لجنة الطوارئ في تعز الأسبوع الماضي، فإن حوالي 25 جهازا تنفسيا متواجدا في المستشفيات، وهما يعني عجزا كبيرا في ظل تزايد الحالات المصابة بالوباء. ويؤسفني أن أقول لكم هنا في هذا المكان أنه لا يوجد في تعز إلا 11 جهاز تنفس صناعي في القطاع الحكومي، و14 جهاز تنفس صناعي في القطاع الخاص، و40 سرير عناية مركزة في المستشفيات الحكومية، و30 سرير عناية مركزة في القطاع الخاص، ونقص حاد جدا في اسطوانات الأكسجين، ونقص حاد جدا في الكوادر الصحية المدربة في وحدات الاي سي يو العناية المركزة وغيرها من التخصصات. ويعد هذا الابتكار نافذة جديدة في مواجهة وباء كورونا، إذا ما تم دعم الفريق وتسهيل متطلباته لينتج المزيد من الأجهزة وتغطية ما تعانيه تعز لمواجهة وباء كورونا. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز. دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة اليوم حملة الرش والتعقيم في المناطق المحررة جنوب الحديدة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. ولفت العاملون في حملة الرش والتعقيم إلى أن الحملة تستهدف الأسواق والمساجد والمدارس والأماكن العامة في مناطق الدريهمي والمنظر والمسنى، حيث تستمر لمدة 8 أيام. وشددوا على أهمية الحملة في القضاء على مسببات انتشار الأمراض والأوبئة، ومنها فيروس كورونا المستجد. وكانت السلطة المحلية في الحديدة قد اتخذت في وقت سابق تدابير عاجلة على المستويات الصحية والتوعوية لتوعية السكان حول مخاطر فيروس كورونا، فيما بدأت بأخذ الاحتياطات لمنع انتقاله إلى الحديدة. أقرت الحكومة اليمنية إنهاء العام الدراسي للمرحلة الأساسية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. جاء ذلك خلال لقاء جمع اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا ورئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك. وقالت وكالة سبأ إن اللجنة استمعت إلى تقرير وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وأقرت مقترح وزير التربية والتعليم فيما يخص تقييم نتائج الطلاب في فصول النقل، وتضمنت وثيقة صادرة عن وزارة التربية والتعليم مقترحات بتفويض وزارة التربية باتخاذ الإجراءات التي من شأنها إنهاء العام الدراسي للصفوف الدراسية من الأول الأساسي وحتى الثاني الثانوي، وذلك باحتساب نتائج الفصل الدراسي الأول وضربه في اثنين، وفي حال استمرار الجائحة حتى موعد اختبارات الثانوية العامة المقررة بتاريخ 28 يونيو 2020، فإنه سيتم احتساب المعدل التراكمي وضربه في اثنين. جددت رابطة أمهات المختطفين مطالبتها بإنقاذ 44 معتقلا من أبنائهن في سجن بئر أحمد في عدن، والذين يعيشون في وضع صحي سيء ما يهدد بشكل مباشر سلامتهم داخل السجن، ويعرضهم للعدوى والإصابة بالأوبئة بما فيها فيروس كورونا بشكل سريع داخل الزنازين المكتظة والتي يستحيل معها التباعد الاجتماعي والمفتقرة لأبسط مقومات النظافة الصحية. ودعت رابطة الأمهات رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الصحة العامة وجميع الجهات المعنية ومسؤولي السجن القيام بمسؤولياتهم الوطنية والقانونية بحماية المعتقلين والعمل بجد لضمان سلامتهم ونجاتهم من العدوى ومخاطرها المحدقة بهم، وكذا إطلاق سراحهم لقضاء الحجر الصحي في منازلهم تحت إشراف اللجنة العليا للطوارئ، حيث تقل فرص نجاتهم داخل السجن يوما بعد يوم. وناشدت رابطة الأمهات الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية بعدن وقيادة التحالف في عدن الضغط للإفراج الفوري عن المعتقلين والمخفيين قسرا، والاستجابة للدعوات بالإفراج عن السجناء والمعتقلين في مواجهة فيروس كورونا. ودعت رابطة الأمهات اللجنة الدولية ومنظمة الصحة العالمية إلى زيارة سجن بئر أحمد بشكل عاجل ومساندة الجهات المسؤولة في اتخاذ التدابير الاحترازية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والمتبعة عالميا للمعتقلين في بئر أحمد
وضمانها. وقع محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو مع مؤسسة عياد للتجارة والمقاولات على عقد اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع طريق نصاب حطيب أبين، والتي يبلغ طولها 10 كيلومتر، وتتجاوز تكلفتها 1,600,000 دولار من مبيعات نفط العقلة بمديرية عرماء. وأكد المحافظ على أهمية استئناف العمل في هذا المشروع الاستراتيجي المتعثر من سنوات طويلة، مشددا على ضرورة استكمال دراسات المرحلة الثانية من المشروع الذي يربط محافظتي شبوة وأبين، وسيعمل على اقتصار مسافات طويلة بينها. وجدد المحافظ بن عديو تأكيده على مواصلة العمل لإيجاد شبكة طرق حديثة تربط المحافظة بمديرياتها والمحافظات المجاورة لها. تحاصر المجاري الأحياء السكنية في تعز من الداخل، فيما تحاصرها ميليشيا الحوثي من الخارج، ويبقى المواطن رهينة حصارين يتهددان حياته وصحته. طفح المجاري في مدينة تعز أصبح هماً إضافياً يورق السكان، بعدما وصلت بحيراتها إلى كل شارع وحي، وخاصة خلال هذا الشهر الفضيل، موسم سقوط الأمطار الذي يأتي لهذه المدينة بالبعوض وحمى الضنك. الجيران يا أخي مضررين، حتى المرة الذي في الشارع مضررين، الذي يمر لك في الموتور والذي يمر لك في المسموع يروح يصلوا، أو هذه وسخة، هذه مجاري ماش ما نحن نقول ما طاهر، هذه مجاري. نطالب السلطة المحلية بأمل حل البيارات والقمايم بالشوارع، لأنه اليوم هذه موسم أمطار وواقع حمى الضنك والأمراض، وأكبر دليل عدن. روائح كريهة في الشوارع الرئيسية والفرعية، وتجاهلا من قبل الجهات الرسمية وكأن الأمر لا يعنيهم، مع حالة الطوارئ التي أعلنت في تعز بسبب وصول كورونا. والمجاري، لأنه هذا المجاري ضرورة على الناس المواطنين، لما فيش يعني متابعة من الجهة المختصة، ولا في رقابة ولا شيء. أين الرقابة؟ أين الحكومة؟ ما فيش معنا حكومة، احنا مفلتين. أين يغزو عالم المجاري هذه رمضان؟ تقول الله. رغم الوباء المنتشر في مدينة تعز والأمراض المنتشرة، ونحن مقبلين على موسم أمطار وأوبئة، هذه المجاري والصرف الصحي لها أكثر من 3 أيام هنا داخل الحي، هذا يسبب لنا أمراض وينقل أوبئة داخل الحي. نطالب الجهات المختصة، السلطة المحلية، مؤسسة النظافة والصرف المياه والصرف الصحي، بالنزول إلى الحارات لعمل حلول لمثل هذه المجاري والصرف الصحي داخل الأحياء. عائق آخر يقف في طريق السكان الذين يعانون الفقر والعوز والحرب والحصار وحمى الضنك التي تفتك بالمئات منهم كل عام، ويتوقع أن تكون هذا العام أكثر وطأة وهجوما على أبناء تعز بسبب المجاري المتدفقة في كل مكان. دشن اليوم بسيئون المرحلة الأولى من مشروع الاستجابة الطارئة لإغاثة حضرموت الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وإشراف وتنفيذ العون المباشر وبالتعاون مع مؤسسة أمل للتنمية وبالتنسيق مع مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي والسلطة المحلية بالمحافظة. ويستهدف المشروع توزيع 2,800 سلة غذائية على النازحين والأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة من المجتمع المضيف بمديريتي سيئون وشبام. في مأرب دشن مشروع المساعدات الطارئة لدعم الأسر الضعيفة والنازحين، ويستهدف المشروع الذي تنفذه منظمة المساعدة الإسلامية البريطانية بدعم من البنك الإسلامي للتنمية، ويستهدف 6,400 أسرة في مديريتي المدينة والوادي، وتشمل المساعدات تقديم سلال غذائية إلى جانب إجراء الفحص الأولي والتعقيم للمستفيدين من وباء كورونا، وتقديم الكمامات والقفازات الوقائية في إطار مكافحة فيروس كورونا ومنع انتقال العدوى. وأوضح ممثل منظمة المساعدات الإسلامية البريطانية عبد الله عبد القادر كريف أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي ضمن قرابة 11,000 أسرة مستهدفة في محافظتي مأرب وشبوة. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. التحالف العربي: ميليشيا الحوثي ارتكب 3,000 خرق لمبادرة وقف إطلاق النار. عدن مدينة موبوءة بكورونا، وميليشيا الحوثية الانقلابية تواصل الاستهتار بأرواح المواطنين.
شكاوى في مأرب من استمرار ازدحام الأسواق، وفي تعز المجاري تحاصر الأحياء السكنية. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. يمكنكم متابعة برامجنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام. في رعاية الله.